ايوه كمالي. اهلا يا دكتور هشام. ست داليا؟ لا خرجت، خرجت بعد ما حضرتك خرجت على طول. لا ما قالتش راجعه امتى، وبصراحه يعني الكذب خيبه. هي قالت لي اول ما حضرتك تتصل اقول لك انها لسه خارجه دلوقتي. ها؟ وقالت لي لما حضرتك يعني ترجع احضر لك عشاء. تحب تاكل ايه؟ لا مش عايز حاجه يا كماليا. لما تيجي مدام خليها تتصل بيها في العياده. مع السلامه. الو، مساء الخير يا عم. ازي حضرتك؟ هشام. ايوه يا دكتور هشام، انت فين يا راجل؟ بقالك مده ما حدش شافك ولا سمع صوتك. الله يكون في عونك. داليا قالت لي انك مشغول قوي. لا 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 لا، لازم تراعي صحتك شويه. داليا؟ لا ما جاتش. غريبه، دي مش متعوده تخرج من بيتها وما قالتلكش. لا اطمن اطمن، اكيد مشوار مستعجل ولا حاجه. يا ريت اول ما توصل تطمني. مع السلامه. يا ساتر يا ساتر عليك وعلى اعصابك يا شوقي، انا لو منك كنت قفلت السكه في وشه. احنا مش اتفقنا نسيب داليا تتصرف؟ بس لو اعرف انت ناوي على ايه. داليا عقلة وعارفة هتعمل ايه. خايفة يا شوقي، خايفة لنصيحتك ليها تبوظ كل حاجة. خليكي في حالك يا نريمان، بنتك هتتصرف في حياتها وهي عارفة مصلحتها. نفسي نفسي انت كمان تعرف مصلحتك. علميني يا ستي. اعلمك ايه بقى يا شوقي؟ ما هي بقت عقدة عندك انك تقف في وش القطر. ومين بقى القطر اللي حقف في وشه؟ النبراوي يا شوقي. ايه؟ النبراوي ده راجل عظمته ناشفه قوي. النبراوي هو بقى من العملاء بتوعك ولا ايه؟ طبعا. وبعدين النبراوي ده معرفته كنز. زي ما يكون كنز علي بابا. ها؟ اسمع كلامي يا شوقي، بص لقدام يا حبيبي، بكره تطلع معاش والنبراوي ده ينفعك ويشغلك في شركته. ما كنتش متصور ابدا ان النبراوي دراعاته طويله كده لدرجه انه يوصل لبيتي، بيتي انا. بلغي يا نريمان ان انا واقف له بالمرصاد وبالقانون.